منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. منتدى الحياة. منتدى الحياة. صوت رامي صبري وصلنا المطلي في آخر الأربع. مرحبا بكم الناس الكل اللي التحقتوا بينا في الاستماع، يعطيكم الصحة على وفائكم الدائم لبرنامج منتدى الحياة. نعود نذكر الناس اللي التحقوا بينا توا في الاستماع ما بدأوش معنا المشوار من ماضي ساعتين. موضوعنا لليوم هو رياض الأطفال، مؤسسات رعاية الأطفال، الفضاءات العشوائية. أكيد وقت اللي نقولوا رياض الأطفال راه فما برشا فضاءات قانونية وفما برشا زادة فضاءات عشوائية، مش برشا معناتها مش كلها رياض أطفال، فما شكون اللي يتلهى صغيرات في دار وهذاك. هذا علاش نحكي وقتها على فضاءات عشوائية تصير فيها عادة انتهاكات لحقوق الأطفال. أكيد بحضور مدام سونيا جبيلي الأخصائية النفسانية، مرحبا بك من جديد. مرحبا بك سيوار، مرحبا بكل مستمعي الحياة فهم. يعطيك صحة مدام سونيا. معنا بالتليفون رئيس مصلحة التفقد والتكوين والبرامج المدرسية للمرأة والأسرة والطفولة سي منير الدبيشي، مرحبا بك على موجات الحياة فهم. مرحبا بك أختي، ومن خلال هذا اللقاء أود أن أتوجه بتحية إلى إذاعة حياة فهم وإلى كل المستمعين وإلى كل العاملين في هذه الإذاعة، وأيضا إلى كل إطارات التربوية والبيداغوجية العاملة في القطاع. مرحبا بك. يعطيك الصحة، شكرا لك أنت زادة اللي قبلت أنك تدخل معنا في المباشر. موضوعنا لليوم سي منير هو رياض الأطفال بين الرعاية وبين الإهمال، اللي يظهر لي فما عنا برشا ما نحكيه في الموضوع هذا، خاصة نحن ديما نسلطوا الضوء لهنا على مستوى محلي في القيروان. سي منير مرحبا. أكيد أنه من الاستراتيجية الوطنية للوزارة هي معناها سعي إلى تنمية الطفولة المبكرة من خلال تعميم رياض الأطفال في مختلف الجهات وبالخصوص معناها الرياض العمومي. إذن احنا نعرف أنه مهام ومشمولات رياض الأطفال باعتبار هي مؤسسة اجتماعية تربوية تحتضن الأطفال المتراوح سنهم بين 3 و6 سنوات وين يتعاطوا أنشطة تربوية واجتماعية وثقافية، أيضا تساهم في تربيتهم تربية شاملة وتسهر على رعايتهم من الناحية الجسمية والنفسية بالتعاون مع الوسط العائلي. واضح. أي لكن احنا اليوم كمل لنا فكرتك وينتهي بعد نطرح سؤالي. احنا لابد ان نحترم كل الضوابط والتشريعات القانونيه من خلال احترام كل الشروط الناس المنتصبه بصفه قانونيه، وايضا الوزاره ساعيه جاهده الى تنظيم القطاع من خلال التصدي لكل المخالفين للقانون وعدم احترامهم للترتيب الاداريه المعمول بها. صحيح. احنا في كمندوبيه جهوية للمرأة والأسرة بالقيروان نعمل في إطار عمل شبكي متكامل تحترم فيه الأدوار والمهام والمشمولات. أيضا السيدة المندوبة نيسة السيدة هي مندوبة جهوية تسعى أن تكون قيادية بامتياز من خلال توفير الجو وظروف العمل المناسب لجميع الأطراف. نحلل الواقع، نخطط، نبرمج ونقيم ونتدخل للإحاطة والمرافقة من طرف إطاراتنا البيداغوجي، إطار التفقد والإرشاد البيداغوجي، وملتزمون جميعا بتطبيق كل القوانين الصادرة من الوزارة. الحد لهنا متفقين معك سي منير، ولكن رغم هذا الكل ورغم الحملات اللي ديما نشوفوها على في بلاغات من وزارة المرأة في مختلف ولايات الجمهورية، وانا ديما نقول لك نخص لهنا بالذكر ولاية القيروان، ورغم الحملات هذية اللي تسعى لمقاومة الفضاءات العشوائية والحد منها، إلا أنه اليوم فما برشا انتهاكات وفما برشا فضاءات عشوائية حتى لهنا في ولاية القيروان، يعني ما نجموش نغطي عين الشمس بالغربال سي منير. احنا لابد أن نقيم الواقع بطريقة صحيحة، أن نتكلم لغة الأرقام. في الواقع احنا من خلال مؤسساتنا احنا نتعامل مع مؤسسات تربوية منتصبة بصفة قانونية، وهناك العديد من المؤسسات اللي معناها منتصبة خلاف الصياغة القانونية. قديش عددهم على الأقل حسب التقريب في ولاية القيروان في مختلف المعتمديات بتبيع؟
المؤسسات القانونية. باهي نبداو بالقانوني. بالقانونية ما يقارب 300 مؤسسة في مختلف جهات الولاية. باهي هذوما المؤسسات القانونية اللي يلتزموا بكراس الشروط كما كنت أنت قلت لنا سي منير. نحكيو على المؤسسات العشوائية وإلا الفضاءات العشوائية اللي ساعات تكون في المنازل وإلا حتى تكون في رياض أطفال ولكن ما تلتزمش بكراس الشروط وهذه عادة اللي نلقاو فيها أكثر عنف وإلا أكثر انتهاكات وأكثر معناتها تجاوزات. احنا كمندوبية من خلال تفاعلنا مع عديد الأطراف المتدخلة كولاية كلجنة جهوية لمتابعة الفضاءات الفضائية عندما يكون هناك إشعار التدخل يكون فوري من خلال معناها زيارة المؤسسة والقيام بالتدابير القانونية والإدارية في الغرض وإحنا تراعى فيه مصلحة الطفل الفضلة وإذا معناها ترأسنا معناها حاجة تهدد سلامة الطفل يتم غلق المؤسسة بشكل فوري. بالنسبة للمؤسسات العشوائية الفضائيات اللي تقوم برعاية الأطفال قديش فما من مؤسسة هنا في القيروان حسب التقريب ديما؟ احنا ما عندناش أرقام واضحة احنا نتعامل هناك منظومة عملتها سلطة الإشراف وزارة المرأة والأسرة والطفولة المجال مفتوح أيضا للتدخل العديد من الأطراف للقيام بالإشعار واجب الإشعار هنا محمول على كل طرف إذا بنت مؤسسة معنا منتصبة بخلاف الصياغة القانونية. فما إشعارات بربي سامحني سي منير فتتلقاو في إشعارات على الأقل بصفة مش يومية فما على الأقل فما معناها ثقافة الإبلاغ وقت اللي نشوفوا أنه فما فضاءات عشوائية لرعاية الأطفال على الأقل فما ناس قاعدة تبلغ وإلا قاعدة تقوم بعمليات الإشعار موجودة وإحنا نسعى إلى نشر الوعي من خلال تحسيس معناها كل الأطراف العاملة في القطاع والناس اللي يهمها شأن التربوي للإشعار على كل المخالفين من أجل تنظيم هذا القطاع ومن أعلى هرم السلطة معنا سلطة الإشراف وزارة المرأة حريصة كل الحرص على التصدي لكل هذه المظاهر والإخلالات من أجل مزيد الإحاطة بهذا القطاع و تجنب للإشكاليات والتجاوزات اللي تنجم تصير والتجاوزات الموجودة. بيه سي منير معنا مدام سونيا جبيلي الأخصائية النفسانية تتفاعل معاك. مدام سونيا مرحبا بك سي منير. مرحبا بك على موجات إذاعة الحياة فام. سيتك جوست نحب نقدم لك سؤال معناها جوست للتوضيح كسوالينا نحن وإلا للمستمعين. بالنسبة للعاملين في قطاع الرياض الأطفال المربيين المربين سي منير اسكو قاعدين يتلقاو في تكوين بصفة مستمرة فيما يخص جوستمون الصحة النفسية للصغير وطريقة التعامل معاه كيفاش الأنشطة اسكو الأنشطة تكون غالبا مدروسة فما تفقد في الغرض باش نجم نشوفو اسكو الأنشطة هذوكم هادفة اللي باش تخدم جوستمون مكتسبات الصغير كيفاش تصير بالضبط نجم توضح لنا شوية سي منير؟ احنا ذكرنا انه مؤسساتنا تقدم العديد من الخدمات والأنشطة ولابد أنه البرامج هذه تكون في إطار متابعة من طرف إطار الإرشاد والتفقد هناك برمجة من بداية السنة التربوية بالتنسيق مع إطار الإرشاد والتفقد في إطار تكوين الإطارات التربوية ومن أجل الارتقاء بأدائهم ومستواهم العملي بصفة دورية معناها سي منير أكيد على امتداد السنة التربوية. داكور تري بيان. يعطيك صحة سي منير الدبيشي رئيس مصلحة التفقد والتكوين والبرامج المدرسية للمرأة والأسرة والطفولة دونك في القيروان عندنا أكثر من 200 في حدود 300 مؤسسة قانونية تقوم برعاية الأطفال. سي منير يقول أنه ما فماش رقم محدد للمؤسسات وإلى الفضاءات العشوائية وهذا الحقيقة معناتها موضوع خطير برشا وقت اللي احنا ما عندناش رقم نجمو نحصروا فيه عدد الفضاءات العشوائية على الأقل يمكن النقطة الإيجابية من المداخلة أنه فما ناس اليوم قاعدة تعمل في إشعارات وقاعدة تبلغ على الفضاءات العشوائية هذه ولكن احنا أملنا حتى المرة الجاية إذا كان عودنا طرحنا الموضوع ذا على الأقل مدام سونيا يكون عنا رقم معين للفضاءات العشوائية هذه باش وقتها نجمو نحكيو على حملات وتدخلات للحد من مظاهر التجاوزات هذه وحتى بتدخ أكثر من هكيك سوار اليوم علاش نقعدوا نستنى ونحن في يجينا إشعارات من أولياء أو من ناس معناها اليوم شكون يجي على بال المواطن باش يقول
برا خنمشي نسال عليها انا الرياض هذا. علاش مثلا باغ اكزومبل فماش منصه فيها مثلا نعش اسكو موجوده ولا معناها انا جوست قاعده نفكر معاك بصوت مرتفع صحيت كفكره ينجم يكون موجوده وانا ما عنديش علم بها معناها للامانه اذا كان موجوده فاحنا نثمنوا كان مش موجوده او اقتراح صحيت دونك تبدا فما على الاقل منصه والا تبدا معناها فما منصه فيهم اسامي رياض الاطفال في معناها بالارقام الهواتف نتاعهم حينه ليست حاضره باش انا كولي كي نجي باش نقيد صغيري مثلا تكون عندي درايه اسكو المؤسسه هذيك قانونيه او لا مثلا بالنسبه باغ اكزومبل هذه اذا متوفره في وسط المدن اجا نحكيو على الارياف خاصه الارياف مثلا كي تكون مثلا فماش من تغطيه مثلا شبكه الانترنت مثلا نجموش ندخلوا باش نشوفوا اسكو نثبتوا مثلا من اسم رياض الاطفال هذاك موجود مثلا في وسط القائمه والا لا باش نثبتوا اسكو هو وضعيتها قانونيه ام لا في وسط الارياف لهنا كيفاش انا نجم معناها نثبت من مدى قانونيه رياض الاطفال هذاك اسكو متفقدين سادة المتفقدين يتابعين جوستمون تفقد رياض الاطفال ايتترا اسكو هما ديجا يدوروا باش يشوفوا اسكو هذيك الروضه معناها قانونيه ام لا فما تفقد في 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 المجال هذايا ولكن نقولوا تفقد معناها متفقدين اداريين معناها ينجموا هما وحدهم من غير ما نستناو حتى يجينا اشعار باش نخرجوا نحنا نثبتوا في 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 رياض الاطفال اسكو هذيك وضعيته قانونيه ام لا دوك برشا اسئله تطرح نفسها انا اليوم كي عندي رياض الاطفال كي راهم البرا ما شاء الله مزين وندخل ونلقى فما العاب وفما معناها كونفورم بين ظفرين باش يحتضن صغير اما ينجم يكون هذاك الكل جوستك التصوير البرانية ولكن من داخل انا كيفاش نضمن الي صغيري باش نجم نامنه عند ناس ما نعرفش عليهم اسكو متكونين مش متكونين وكي يقولوا نحنا متكونين مش معناه اسكو نحن المربين كي قاعدين معناها يدخلوا يشتغلوا في 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 في, في الرياض الاطفال اسكو يلزم يكون عندهم اختصاص معين ام لا والا نجم يكون عنده اي اختصاص جوست مستوى دراسي ونكونوا في مجال الطفوله المبكره اللي قاعدين نعملوا فيه اليوم المتعامل به اي اسكو اليوم ديجا مديره المؤسسه يعني مديره الرياض الاطفال اسكو يلزم ديجا تكون عندها اختصاص في مجال الطفوله ام لا والا جوست هكا توفرت لها الامكانيات الماديه باش نجم تحل رياض اطفال اسكو هي اليوم كي باش تنتدب ناس باش تخدم معاها في وسط رياض الاطفال شنو المؤهلات نتاعهم الناس هذوما برشا استفهامات برشا نقاط استفهام الحق وخاصه اللي نحن اليوم كي ما نلقاوش تاثير بتتخ نفسي والا ما نلقاش ناس مختصه في التربيه المختصه باش ينجم يرافق صغير باش يعطيه المكتسبات الهادفه اليوم وقت اللي فما نسمع فما برنامج نتاع وزاره المراه اللي هي تهدف لكونه غدوه رياض الاطفال باش تكون رياض دامجه اش حضرنا للمربين اللي باش يتلهاو لي بالصغيرات ذوي احتياجات خصوصيه اسكو حضرنا لهم برنامج نتاع تكوين تاطير شكون باش يرافقكم بالنسبه للتربيه الدامجه راهو يلزمها تكوين مستمر على خاطر كل يوم البحوثات تخرج لنا حاجات جديده والطفوله المبكره مش كيف ما بعد مرحله الطفوله راه الطفوله المبكره نجم انا نصنفها من اخطر المراحل العمريه عند الصغير علاش نقول من اخطر على خاطر ديجا وقتها باش يتعلم الصغير واذا تعلم لي حاجه خايبه راهي باش تتزامن معاه حياته كامله واذا تعرض لي لا قدر الله لصدمه راهي باش تقعد متزامنه معاك صدمه نفسيه حياته كامله دونك اليوم ماذا بينا الصوره توضح اكثر ماذا بينا المعلومات تكون عندنا سلسه اكثر ومتوفره افكتيفمون يعطيك صحة مدام سونيا فما نقطة حبيت نشير لها أنه حتى المؤسسات القانونية اللي اليوم تقوم برعاية الأطفال هي زادة راهي تستحق ماهيش معناتها غنية على الحملات والمراقبة يعني لازمنا حتى هما المؤسسات هذوما القانونية زادة تكون فما حملات ومراقبة وفما حتى تكوين مستمر كما قلت أنت يا مدام سونيا احنا مازلنا مواصلين معكم في منتدى الحياة من توا حتى الأربعة متاع العشية 70-35-120 على ذمتكم مرحبا بكم مرحبا بتفاعلاتكم وآرائكم منتدى الحياة منتدى الحياة
ثمانية دقائق بعد ما ثلاثة رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم الناس اللي التحقتوا بنا توا في الاستماع. انتم تسمعوا في منتدى الحياة من إذاعة الحياة فام على 93 في القيروان. تحية كبيرة للناس اللي قاعدين يتفاعلوا معنا وقاعدين يكلموا فينا باش ناخذوا تليفوناتكم تباعا في ساعتنا الثانية من منتدى الحياة. معنا بالتليفون مدام هاجر. مرحبا بك على موجات الحياة فام. مدام هاجر ما نعرفش مدام هاجر مازالت التليفون مش معانا. نعاودوا نتصلوا بها. نرجع لك مدام سونيا. كنا نحكيوا على الهنا في القيروان رياض الاطفال الحقيقه. انا مازلت معناتها في نفس النقطه. مازلت مكانك قف في نقطه انه اليوم ما عندناش رقم محين للفضاءات العشوائيه لرياض الاطفال الحقيقه. هذه كانت لي صدمه خليني نقولها. هو هي المعلومه هذه شنو تعطيك؟ تعطيك معناها تقول انت معناها ما نتحركوا من ما يجينا اشعار. فوالا اسكو غيالمون هذا اللي قاعد يصير والا لا؟ والا يمكن ما تحينش الرقم على خاطر مازالت الاحصاء ما تعملش. ممكن نجم يكون وكان معناها كان نحن اليوم بالحق قاعدين نستناو جوست باش يشعرونا على خاطر باش نجموا نتحركوا. نتصوروا قايد باش نراجعوا بتدخل. وانا زاد خليني تعقيبا على كلامك نقول لك انه راهو ثقافه التبليغ في تونس غايبه شويه. فما الحقيقه ناس قاعده تشعر وتعمل الاشعارات ولكن فما عدد قليل. هاو مثلا باش نخرج شويه من سوجي مثلا عمليه الاحتكار قليل وبقله باش نلقاو شكون يبلغ عليها. حتى نعرفوا اللي وزاره التجاره تحط ديما ارقام خضراء باش نقوموا بالتبليغ ولكن تقضي من عند العطار ويعمل لك البيع المشروط ويحتكر ويخبي المواد الغذائيه قدامك وما تنجمش تبلغ لانه ثقافه التبليغ هي حاجه يا موجوده يا مش موجوده. يظهر لي معنا توا بالتليفون مدام هاجر. مرحبا بك مدام هاجر على موجات الحياة فاي. عسلامة. مرحبا يعيشك. مرحبا بك. اليوم موضوعنا هو رياض الأطفال بين الرعاية والإهمال. تنقص شوية في صوت الراديو مدام هاجر. ما نعرفش بون يمكن يكون من عندي انا من عند الكاسك ان توكا. مرحبا بك مدام هاجر. كما قلت لك اليوم موضوعنا هو رياض الاطفال بين الرعايه والاهمال. عندك تجربه تحب تحكي هنا والا عندك اي استفسار والا تحب تعطينا رايك في الموضوع هذا؟ انا والله نشط في الدومين هذا عندي توا 5 سنين. مرحبا. يعيشك. مرحبا بيان. ساعه رحب معك بمدام اللي بحذاك مدام سونيا جبالي الاخصائيه النفسيه. كل شهر تصرفنا في الروضه. مرحبا. دونك تعرفوا بعض مدام سونيا نقول لها ام عمرتك في الشهر هذا راني سمعت صوتك. هيا بيه. لا ديما تسمع صوتها ديما صوتها موجود ومنسدنا في الاستوديو. يعيشك. مرحبا بك. انت قلت لك انا عندي تجربه معناها نقول صغيره 5 عام عندي مع رياض الاطفال. انا سما مقوله يقولوا هي الام هي المدرسه الاولى تنشئة الصغير. صحيح. وانا نقول لهم ليه رياض الاطفال هي المدرسه الاولى. المنشطه هي المدرسه الاولى. المدرسه نتاعو هي المدرسه الاولى. احنا صغير يجيبوه لنا بريسك يقعد معنا نهار كامل اكثر من اللي يقعدوا مع عائلته. اكثر من اللي يقعد مع ابوه وامه. ديجا يروح تعب هو من اللعب مع الصغار ومن القرايه ومن برشا حاجات. ديجا يتعشى بالسيف ويرقد معنا. يعني رافي ولدي انا معايا. احنا الصباح كنا بداو نستقبلوا في الصغار. معناها انت البو ولا باغوك يعطيك ولده نهار كامل. معناها خلى العالم الكل وراه وجابوا لك انت بالذات. معناها مسؤوليه كبيره على عاتقك. معناها مسؤوليه كبيره في كل شيء. ومعناها اعطى فيك الثقه في كل شيء. معناها الانسان الشريف والانسان النزيه يلزمو يفهم النقطه هذه. معناها من النقطه هذه يلزمو يفهم كل شيء. ما نعرفش انا هو خلى عمته وخلى خالته وخلى مماته وجابوا لك انت بالذات. معناها كي يعطيك صغير ويدور هكا من غير ما يقول لك حتى شيء معناها سي دو تافي نورمال. معناها يلزم الانسان يفهم. هنا يلزم المدرسه تفهم. مسؤوليه كبيره 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 على الاخر. انا قلت لك رياض الاطفال احنا مدرسه الاولى هي ما تقوليش هي السيف الاول باش يبدا فيه الصغير. صحيح. باش ياكلوا نعلمهم آداب الأكل وآداب الاستئذان وكيفاش فتي نمشي نخرج نمشي للتواليت ولا فتي وقتاش باش ياكلوا اللمجة. يلزم يعرف الوقت بتاع اللمجة. يلزم يعرف الوقت وقتاش يرقد. أنا قداش من باغون تكلمني تقول لي بربي يا فتي هاجر شنو عملت له أنت في الروضة؟ بربي راه ولا يرقد بكري ولدي. راني كنت نصبح أنا الصباح يصبح معايا. أي. ولدي يقول لي لا راهي فتي قالت لنا لازم ترقدوا بكري باش تحافظوا على صحتكم. يلزم تاكلوا فطور الصباح. راه ولدي راه كان ما ياكلش فطور الصباح. راه ولدي ولا ياكل فطور الصباح بربي كيفاش عملت له.
معناها فمك التأثير الإيجابي مدام هاجر. احنا التأثير إيجابي ريتنا احنا مثال انا عن تجربتي انا نحكي بيرسونيلمون. اي احنا نعيشوا الان حتى في ديارهم الصغار. معناتها الام كي تستحقك في الاستشارة تكلمك في اي وقت. صحيح تكلمك عندها النمرو نتاعها عندها الحرية التامة باش تكلمك في اي وقت. وثم دي باغون معناتها وجونتي ياسر وحتى كي يكلموك يقعد يكلموك بالقدام ما تملش منهم وما تفدش منهم. احنا نعيشوا مع لي باغون عبارة اون فامي معناتها واحدة فهمت. معناها احنا هما يجيونا لافراحنا واحنا نمشيو لهم لافراحهم. معناتها العلاقه ماهيش علاقه مهنيه. ماهيش علاقه مهنيه كما قالت مدام سلطان. ماهيش علاقه مهنيه. السبع سوايع والا قداش اللي عديمه معاكم صغير وليتوا تعيشوا معاهم وتفرحوا معاهم. نعيشوا معاهم انا قلت لك احنا نمشيو لهم لاعراسهم هما يجيونا حشيك في احزاننا واحنا نمشيو لهم كيف كيف. معناها تتجاوز المهنيه اذا كان الانسان مش يحسبها علاقه مهنيه راه ما نجمش يتقدم. صحيح. وما نجمش يتاقلم مع الصغير. خاطر الصغار راي انواع. الصغار راي يجيك الصغير مثل ما ينجمش يتكلم ويجيك الصغير ما ينجمش يكتب ويجيك الصغير ما ينجمش يحبش يلعب ويجيك الصغير ما هكا معناتها البكي والبكي والشخناق واللي ما يحبش ياكل وما يحبش يسمع الكلام والمعدي الصغير دلول ويجيك الصغير معناها الصغار راي انواع تقتو. صحيح اكيد حسب الشخصيه نتاع الصغير. اذا كان احنا مثلا باش نحسبوها علاقه مهنيه بين متغاس و وتلميذ كما احنا نقولوا تربطهم طاوله يربطهم قسم رانا احنا ما نجموش نقدموا لهنا. صحيح خاصه في التعامل مع الصغار باش تتفاعل معك مدام سونيا. التعامل مع الصغار اكثر من التعامل مع الكبار. صحيح انا جوست باش نقول لك نقطه يعطيك الصحه سي عن حقيقة الحقيقه على الشهاده هذه حاجه تفرحنا وقت اللي نحكيوا على الجانب الايجابي. وانا كنت قلت راهو فما استثناءات بالطبيعه احنا ديما نحكيوا على اكيد يحفظ ولا يقاس عليه. اكيد وقت اللي تم كثير مثال فازه هكا تصير حكايه في روضه نحسوا احنا نتمثل كلنا. صحيح اما مدام هجر احنا وقت اللي يبدا فما انتهاك والا تجاوز لازمنا نسلطوا عليه الضوء. وقت اللي زاد فما معامله ايجابيه كما اللي كنت تحكي عليه انت سيادتك اكيد زاد نسلطوا عليه الضوء ونحكيوا عليه ونثمنوا. انا فما نقطه نحب نقولها لكم بعد نخلي مدام سونيا تتفاعل معك خاطر تاثرت ديجا مدام سونيا. حبيت نقول لك واحنا بكري نقدموا في الموضوع مدام سونيا قالت لي انه فما بعض اليوم الامهات والاولياء اللي عملوا على المربيه وحتى باش يبعثوا ميساج لصغارهم باش يعلموهم حاجات يمشي للمربيه ديريكت الام والى البو يطلب من المربيه لانه الصغير اليوم ولا يسمع من عند المربيه ياخذ بخاطرها مش بالخوف مش بالمنطق نتاع انه تروع فيه ولا تخوف فيه لا على خاطر يحبها وياخذ بخاطرها. ساعات الصغير ياكل في رياض الاطفال وما ياكلش في داره. ساعات الامهات يقولوا انا اليوم وقت اللي نحب نعلم ولدي حاجه نطلب من المربيه باش تعلمها له خاطر ما يسمعهاش مني. هذه معناتها نتصور انت مع المعامله هذه راك وصلت للمرحله هذه. الطرفه كلمتني مره باغون في الليل قالت لي بربي يا ستي هاجر راني طيبت الجمعه صارت نهار بارد واحنا معروفين التوانسه بالجاري في البارد اكيد قالت لي راني طيبت فم جاري معناها كما احنا نقولوا وبالخضره. قالت لي يا بنتي تاكل معناها في الخضره. قالت لي معناها راني بكيت حاله فمي حتى معناتها ابوها بقى قال لها قالت له ايه الخضره باهيه وستي قالت لنا هكا الخضره باهيه وشنية ونمو الجسد. كلمتني في الليل راي ما نحكيلكش قبل فرحتلي على بابا وامي ليلتها وانا نضحك ونقول لها الله يهديها شو نقول لك يعطيك احنا انا قلت لك ماهيش الام هي ماهيش الام في وقتنا توا في وقتنا توا خاطر توا الام والبو يخرجوا يخدموا الزوز ويا ربي. صحيح نسق الحياة هذا شوية طلبوا معناها ما هيش لهم هي مدرسة الأولى صحيح لهم أما احنا رياض الأطفال واحنا المنشطات رانا احنا عندنا ريسبونسابيلتي كبيرة وعندنا دور كبير في تنشئة الصغير. به هاو معك مدام نقول لك حاجة اللي يعمل يلقى راهو. صحيح أكيد أكيد خاصة مع الأطفال راهو معناها مع الأطفال. به الموقع نتاعكم حساس برشا. انا من هنا منك انت نحيي جميع المربيات في مختلف رياض الاطفال في كل ولايات الجمهوريه ولهنا في القيروان بالاساس. معك مدام سونيا خليها تتفاعل معك. اي مرحبا عسلامه. مرحبا بك مدام هاجر. شكرا على التدخل ويعطيك الصحه. وما نجم نقول كان لهنا نجم نحييك جوستمون على العقليه راهو اللي تخدم بها. هي مساله طبيعي. عقليه افكتيفمون. علاش؟ على خاطر كي تلقى انسانه حال رياض أطفال يعني مديرة رياض أطفال وتلقاها بالعقلية هذه فما تنجم
باش ناكد لك على معلومه. ما تنجمش تقبل اي مربي عنده في رياض الاطفال ما يبارطاجيش معها نفس العقليه. ناكد لك دونك مدام هاجر عندها العقليه هذه في تعاملها مع الصغيرات ومؤمنه كونه هي المدرسه الاولى، معني اكدتها في برشا مرات الكلمه هذه ناكدها ونعاود نقولها فوالا. دونك هي ترى في روحها المدرسه الاولى للصغير هذيك، سكو اللي حتى اللي معاها المربين في الرياض الاطفال نتاعها باش يمتثلوا بنفس العقليه وباش يتصرفوا بنفس الطريقه. دونك انا ديما نقول العقليه تحسها في روضتنا، وما نحبش نذكر الاسامي إذا مدام معناتها بريسك كل شهر تزورنا وصغيرات يفرحوا بيك ياسر، واحنا اللي بيرسونيل نفرحوا بيك اكثر. معناها انا واحده من راك معناتها قلبي ينشرح كما يقولوا فيها ونفرح ياسر. ما نعرفش يلزم يكون الانسان يلزم كله بطاقه ايجابيه باش يتعامل مع الصغير، خاطر الصغير راهو معناها ما نعرفش انا كيفاش نفسره لك. ما عرفش انا والله توا نحكي معك وعيني بالدموع، خاطر مسؤوليه كبيره، مسؤوليه كبيره 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 كبيره. معناتها اون فوا الباغون يجيب لك ولده من الصباح يروح بيك العشيه، لا يهز تليفون ويكبك، لا يقول لك وين ولدي، كلا ما كلاش، خاطر عنده الثقه فيك. متهني معناها على صغير، خاطر متاكد اللي هو في ايادي امينه. مدام هاجر باش نسالك سؤال. يحفظوا ولا يقاسوا عليا، راهي ماشي الناس كلها كيف كيف. صحيح بالطبيعه، ديما فما استثناءات، ديما تبقى فما استثناءات. ديما فما استثناءات. مدام هاجر باش نسالك سؤال، اسكو انت معناها سؤال والله بريء، معناها باش نسال سؤال على خاطر اللي كانت تحكي فيه الكل، اللي كانت تحكي فيه الكل معناها. احنا متاكدين من براءتك مدام سونيا. سؤال بريء، تؤمن بصحه النفسيه عند الصغير؟ الصحة النفسية تفسر لي أكثر كيفاش معناها. باهي، إسكو أنت اليوم تأمن اللي صغير اللي يجيك يبكي ما يلزموش يروح يبكي؟ الصغير اليوم إذا محتاج حاجة محتاج حنان بتخموش لاقيه حتى مع أمه ولا في دارهم، إسكو أنت تأمن اللي أنت يلزمك توفر له هاك الاحتياج هذاك اللي هو يحس بالنقص؟ هو هذاك اشترها من الخدمة نتاعنا. فوالا فوالا دونك الخدمة نتاعنا اشترها أمور نفسية. يجيك الصغير صباح ما يحبش يدخل يقرا، ما يحبش، خاصة قريب احنا كريود تبدا عطلة كيما هكا. صحيح. يبداو في ديارهم. رجوع مثلا من بعد العطلة، هذاك يتعب فيه الصغير برشا برشا برشا، خاطر تسالف بالدار وكل شيء. معناها احنا هو اليوم كبار ويتعبوا يعني. نعم. قلت لك هو اليوم ما حتى كبار في العمر ويقراوا في الفاك، وقت اللي يرجعوا بعد العطلة ديجا معناها باش يستانسوا شوية، فما بالك تكون صغيرة. الأمور النفسية والجانب النفسي اشتر من خدمتنا. ماني قلت لك ماني احنا نعلموهم كل شيء، احنا كل شيء من غير ما تحكي لي حتى حكايه، واللي عنده اعتراض يحكي الكلام يكلمني و انت مدام هجر في روضه خاصه تخدمه؟ اي في روضه خاصه. للاسف احنا ما نجموش نسميه اسم الروضه هذيا للاشهار، وما ميسالش نحييو جميع المربين اللي في الروضه هذيا، والاكيد ان الامهات اليوم وقت اللي يسمعوك عرفوا ديجا معناتها ظاهر من حسن المعامله اللي كنت تحكي لنا عليه ديجا معناتها هذيا. نعاود نقول لك يعطيك الصحه مدام هاجر، ان شاء الله تحيه ليك من خلالك انت زميلاتك الكل وزملائك اللي يخدموا في الروضه هذيا واللي يخدموا زادا في الروضات الكل، خاصه منهم اللي يخدموا بضمير واللي يتقيوا ربي في الصغار غيرات. هذوما مازلنا مواصلين معاكم في منتدى الحياة من توا حتى الأربعة متاع العشية. منتدى الحياة للأطفال هذوما وانتهاك للأطفال هذوما، عنف، عمليات عنف صارت، وفما برشا أمثلة بعد شوية معنا باش تسمعوا شهادات لبعض الأمهات اللي باش يحكيوا على تجربهم مع رياض الأطفال هذوما، وكيف كيف ديما ما نجموش معناتها ما نسلطوش الضوء على الجانب الإيجابي من الموضوع هذايا، وقت اللي نثمنوا مجهودات مور المربيات وإلا رياض الأطفال هذوما اللي اليوم عندهم الحقيقة مدام سونيا قاعدين يخففوا في عبء كبير على الأمهات على الاولياء اون جينيرال هكا ولا صحيح لو فيت هما ديجا. شو اسمعني، كل رياض اطفال عندهم مربين معناها وقع تكوينهم وتاثيرهم في مجال الطفوله المبكره، بمعنى كانوا يعرفوا خصوصيه الصحه النفسيه عند الصغير في العمر هذاك، دونك يعرفوا احتياجاته باش تتلبى في رياض الاطفال هذاك، فما باش نجم تكون النتيجه كنتيجه ايجابيه على تربيه الصغير، على المكتسبات نتاعو، على اسلوبه سلوكه كلامه
على المهارات اللي مكتسبة الكل. باهي مدام سونيا باش نرجع معاك للنقاش بعد شويه, جوست نسمعوا شويه شهادات لامهات ولمندوب حمايه الطفوله بتونس, شويه حالات من العنف. ديما نقولوا اللي هذا راهو استثناء ما يمثلش رياض الاطفال ومؤسسات رعايه الطفوله الكل, هذا استثناء باش نسمعوه بعد نرجع معاك للنقاش. 4 سنين امها وباباها يخدموا حاطينها في الكريش يخلصوا عليها تعبير, تروح ما راعت الا الام والباب يخدموا, تروح البنيه مسكينه وحدها للدار جنب امها وباباها ما روحوش. اقسم بالله منظر لا يريد معناتها اذا هي ضربتها وقت اللمجه اللي هي اللمجه ال 11 تاع الصباح روحت البنيه 6 تاع العشيه للدار. نحب نفهم انا مالها 11 كيفاش؟ اذا هي الاطار قعدت معناتها للعشيه مخر كيف من هكاك مالها وقت اللي ضربتها كيفاش؟ البنيه مسكينه روحت مرعوبه الساعه قبل كل شيء, راهش وحدها وعينها حمر بالدموع ووجهها مش كيما العاده. نسالوا فيها شفنا شكون ضربك؟ شنو اللي صار؟ مضربني جوابها الوحيد مضربني حتى حد لمسني حتى حد عمل لي حتى. فاجئنا كي قال المقدار المالي اللي ساهم به بصفه شهريه ولا السيده هذه معناها ينجم يقيد ولده فكره سبيسياليزي بنفس المقدار المالي. دونك فما الحقيقه نقولوا عدم معناها قلة وعي من الأولياء زادة. احنا دورنا أن نوعي واحنا كل يوم نتكلموا كل يوم ندخلوا في الإذاعات نعملوا الكوميونيكاسيون راهو منحط ولادنا كان في فضاءات دونك قانونية. الوليد هذا بطبيعة الحال الفضاء تم غلقه بالتنسيق مع السيد الوالي باتصال مباشر وبتعليمات من السيدة الوزيرة, بطبيعة الحال تم غلقه بصفة مباشرة وآنية. كنش نروح بين القاع ثم هكي المراودة تقول لي اللي ولدك تصدم في فيه ولا أنا من نهار هذاك وانا نجري نهارين نجري على ولدي فهمت. مش نحكي لكم نحكي لكم تسارت بالبين وصلت أول مرة حتى كي هبط فيديو ولدي معناتها فمه هكاك في صفحة خاصة معناها مش حتى تبارتاج. قلت ولدي معناها قالوا لي في الروضة بتدمع صاحبي شوفوا فهمت كيفاش روح في حالة هذيك كيفاش ولدي روح لي هكا معناها فهمت. بعد معناها أنا الناس شنو كتبوا لي كتبوا الناس معناها التعليق اللي الناس مدام ثبت من ولدك مدام ثبت من ولدك مثبتة هذي تدم في صاحبي حتى الكل الأخرى صحيح الكل آخر الأضرار اللي تحت على ولدي شنو الأضرار معناها معناها أنا رواية الروضة واللي ولدي تصدم في طفل اخ انا كنتيت معناها غادي ساعه معناها كي علمت بوه هو قتله معناها راه ولدي تصدم في صاحبه ونحبه شويه مناصر انا ما نقدرش نتكلم عني زي يعني زي قتله مش كيما تجي راني جبت تصديم ولدك انا بس عليها ومع صحابه يلعب. هذه عينة من بعض الاعتداءات اللي طالت الأطفال وين في رياض أطفال في مؤسسات رعاية طفولة اللي من المفروض تكون الوظيفة متاعها وإلا مهمتها معناتها أنها ترد بالها على الصغيرات هذوما وتحتويهم تيلة النهار وإلا تيلة النص النهار. هذا بتبيعها كل أم كيفاش تخلي صغيرها في رياض الأطفال هذوم. شنو الشهادة اللي لفتت لك انتباهك مدام سل؟ ساعة أول حاجة أنا ألفت انتباهي الكلام متاع السيد المندوب حماية الطفولة. مش قال؟ قال نحن رانا نقوله ونوعي ونخرجوا في التلفز وفي الإذاعات ونقوله يا ناس يا والدين كي تجيوا باش تنخرطوا في رياض أطفال ثبتوا من الوضعية القانونية لرياض الأطفال هذاك. وهذا أنا نساندوا فيه 100% أهم نقطة. أهم نقطة علاش؟ على خاطر كيف ما كنا قبيلة نحكيه رياض الأطفال اللي محلول بصفة قانونية معنى الوضعية متاحهم قانونية ما نحكيوش على الفضاءات العشوائية بتبقى. ده صحيح نحن نحكيه على الفضاءات القانونية راهو بصفة آلية باش تلقى الستاف متاحهم الإطار الكل من مربين ومن مديرة رياض أو مدير رياض باش تلقاهم راهم ديجا مأطرين ومتكونين من السادة المتفقدين اللي هما تابعين وزارة المرأة والطفولة بطريقة مستمرة. دونك كذلك علاش قلنا مهم جدا كل رياض أطفال محلول بطرق قانونية راهو أوتوماتيكمون عندهم من المعلومات ومن الوعي اللي تخول لهم كيفاش يتعاملوا مع الصغيرات مهما تكون وضعية الصغير. نجم نمشيو حتى أبعد أكثر من هكا خاصة البرنامج متاع وزارة المرأة اللي هو يطمح إلى أنها تكون رياض الأطفال رياض دامجة معناها باش نلقاو في وقت من الأوقات حتى مصغيرات اللي حاملين صغيرات من ذوي احتياجات خصوصية باش نلقاهم في رياض الأطفال. الهدف منه هو الإدماج الاجتماعي مع الصغيرات بين ظفرين العاديين. دونك اليوم إذا أنت في رياض الأطفال تلقى ساعات
الرياض يرفض كونه صغير يكون ذوي احتياجات خصوصيه موجود ما بين صغار. وتم مؤخرا معناتها رفض تلميذ عنده الافراط في الحركه، نشاط الحركه ما يعرفوش خاطر يتعاملوا معاهم ما يعرفوش الخصوصيه نتاع الاضطراب هذاك اش معناها. دونك انت طونك ما تعرفش الاضطراب هذاك اوتوماتيك ما عندكش الاليت باش تتعامل معاه. فاضعف ابسط حاجه تكون ترفض كونه الصغير باش ينخرط، الوغ كو الصغير حق من حقوقه باش يدخل رياض الاطفال ويتمتع بالخدمات في الطفوله المبكره، خاصه وانها ماهيش مجانيه، يعني خدمات فيها دفع مسبق. وكنت شفت مدام سونيا الفيديو اللي تم تداوله المده الاخيره في معناتها رياض اطفال في العاصمه، البنيه صغيره امها ما قامتش بدفع الفاتوره نتاع الفاتوره الشهريه، فهي الصغيرات هذوما معناتها اللي امهاتهم ما دفعوش الفاتوره قاعدين يبكيو في وقت الفطور، والمربيه ما حبتش تفطرهم على خاطر مش دافعين فلوس. هذا مثلا شكل من اشكال الانتهاك والى الاعتداء على الاطفال. لهنا السؤال يطرح نفسه، اذا انت كانسان باش تحط روحك في موضع مربي طفوله مبكره، قبل نحكيو على المستحقات الماديه، انت ضميرك انسانيا نحكي صحيح، انت ضميرك المهني وانسانيتك وتربيتك ومبادئك والاخلاق نتاعك والكل يسمح لك كونك انت باش تاخذ موقف على صغير صحيح بريء بالطريقه هذيك، وتاخذ مع موقف نتاع شنو موقف نتاع باش ما توكلوش. معقول هذايا معناها اليوم نحن في 2022 معناتها اللي يستحقها الطفل في انت عندك معناها باش ما نقولش مشكل، مي عندك مستحقات ماديه من الوالدي ما تحطش صغير في الوسط، سهله الحكايه نورمالمون هكا. هذاك في حد ذاته عنف كبير برشا مسلط على الصغير. اش معناها الصغير انت حابس وما تفطروش ويخزل اصحابه الخير ياكلوا، معناها انت شنو عملت له الصغير هذاك؟ هي واعيه بالجريمه اللي قامت، لان نسميها هي جريمه، هي الحقيقه جريمه في حق الطفوله، انا نسميها جريمه في حقك الصغير هذاك، في حقه جسديا ومعنويا ورمزيا. معناها ما شاء الله انواع العنف مكتمله الاركان، العنف الكل تسلط عليه بانواعه. فالصدمه النفسيه اللي انت عملتها للصغير هذاك، انت تعرف تبعات نتاعها الرياكسيون هذيك اللي عملتها، انت تعرف تبعات النفسيه على الصغير شنو نجم يكون الصغير هذيك، تنجم نفسانيا معناها معناها ردة الفعل نتاعو تنجم تكون ردة فعل جسديه، بمعنى نجم يتعرض للتبول الارادي اذا هو ديجا ولا عنده استقلاليه في الجانب هذايا، ينجم لا قدر الله يولي عنده تأتأة حتى في الكلام نتاعو. دونك نحن تأتأة معناها يوكوك شويه في الكلام نتاعو، تنجم تعمل له دي سامبتوم سيكوسوماتيك. اش معناها؟ معناها يولي عنده جيع، وجيع نفسيه الام جسديه ولكن الكوز نتاعها الاوليه هي نفسيه. معناها نجم يولي مسكين يعمل دي كوشمار في الليل ما نجمش يرقد، يولي نجم يرفض جمله يدخل في الاكتئاب نتاع لانغواس دو سيباراسيون، هو القلق من من مفارقة الوالدين، وهو هذا في حد ذاته اضطراب نفسي اللي خوله كونه ما عادش نجم اجتماعيا يكون انتجري مدمج معناها وينمي كل المهارات نتاعو مع الظاهرات الاخرين. ينجم يولي عنده رهاب ديفوبي، ينجم يكون اضطراب الرهاب في حاجات كبيره، ويولي ما عادش نجم يعمل تواصل مع عبد اكبر منه. دوك ريت معناها معناتها اثار لا تحصى ولا تعد. افكتيفمون به احنا باش نرجعوا معك للنقاش مدام سونيا 70-35-120. مرحبا بكم، كلمونا اتفاعلوا معنا اذا كان عندكم اي استفسار، اذا كان صغيركم الله لا يقدر عليه يتعرض لموقف من المواقف هذيا، والا اذا كان عندكم من الجانب الايجابي مرحبا بكم ومرحبا بتفاعلاتكم. موجز الاخبار مع الزميله سيام حمدي ونرجع لكم. منتدى الحياه، منتدى الحياه موضوعنا اليوم هو رياض الأطفال بين الرعاية والإهمال. كنا سمعنا شهادة الحقيقة مهمة برشا وباهية وفرحتنا وقت اللي لقينا برشا طاقة إيجابية في شهادة مدام هاجر مربية تخدم في روضة خاصة، تحكينا على تجربتها اللي طالت 5 سنوات في رياض الأطفال هنا في القيروان. تقول أنه العلاقة مهيش مهنية فقط، تقول أنهم بمثابة العائلة ويرافقوا الصغار حتى وقت اللي يروحوا للعائلة. معنا بالتليفون مش داخل معنا مدام كوثر، مرحبا بك. وان شاء الله كل عام بخير وان شاء الله نهارك مزيان. يعيشك، ان شاء الله نهارك اسعد الايام. نفرحوا برشا وقت اللي تكلمنا وتدخل معنا. كنت تسمع فينا مدام كوثر، شنو مثلا تنجم تضيف لنا؟ تحب تعطينا رايك ولا عندك اي استفسار فيما يخص موضوعنا لليوم؟
والله بتنشغل النمبر متاعكم جسمي داء بسيط يعني يكون يدهل لي في متناول معناتها المختصين والمعنيين بالأمر. فقط لي في تطوير المعدات اللي قاعدين تويكي قاعدين فيهم صغار في رياض الأطفال مثلاً سويفون تويكي صغير تلقاه اللي هو يمكن عمره عام عام ونص يشد البيسي ولا يشد البورتابل متاع سون بابا سون مامو تلقاه يتبارك الله ينافيجي أصلا معناتها يدخل ويشوف ويحل اليوتيوب ويحل ويعرف الحاجة اللي تساعده وما تساعدوش معناتها ولات ثقافة أوديو فيجيال أكثر من اللي هي ثقافة معناتها تقول أنت نواكبوا شوية التطور ذي اللي قاعد يصير نواكبوا برشا يلزمنا الخطر إنه فوق عمره عام وشد البورتابل ويعرف شي يتبرج معناتها راهو هو ما يوصل هذاك متاع عام للعشرة سنين القدام يلقانا احنا التالي برشا بالنسبة للي هو وتوقعاته هو فهمت صحيح مهم والله برشا. هو يحزنني جدا نقول انا واحد ماشي للروضة وش قاعد يستنى فيه معناتها عشرة سنين الأولانيين قراية وبعد كده قدس من عام باش يتخرج وبعد كده أشوف يلقى خدمة في التكوين متاعه ولا ما يلقاش هذا الواحد بالحق اللي هو يحزن بالحق ماذا بي أنا النقطة هذه معناتها يثيروها ويكونوا واعيين فيها خاصة فهمت وحاجة أخرى أمام طا الطفل يزمو التوش يعني بار إكزامبل مش نعطيك مثال الطفل ما يعرفش الحليب فريمون كيفاش يوصل له ما يعرفش المنتوج كيفاش يتصنع ما يعرفش كيفاش يحمي روحه من المنتوجات الحالية الموجودة على الساحة سواء معناتها امبورتي ولا سواء كانت مثلا محلية فهمت يعرف تفسر هنا النقطة هذه بالبي انت فسرها لك فسر اكزامبل يشد كعبة يا غرفة يلقاها مزيانة فيها الالوان فيها معناتها لون بلاج مزيان هكا يجلب الانتباه صحيت يلعبوا على الزينه نتاع المنتوج من برا مثلا والمحتوى نتاعه والله اعلم كيفاش مخدوم كيفاش كذا احنا نحبوا اللي في الرياض الاطفال يوعيوا الصغيرات صحيت يوصلوا باش يفهموا الصغير كيفاش يدخل للمنتوج هذاك ويفهم مكوناته تتماشى مع صحته تتماشى مع معناتها مع احتياجاته الجسديه راهو صغير يكبسي احنا بالنسبه لي انا معناتها قاعده في الكشافه التونسيه معناتها ولمست الصغير عن قرب وعرفت معناتها الاحتياجات نتاعو فرمي الاحتياجات نتاعو هو هكا هو لا كونيسونس هي المعلومه يعني كيفاش توصل له والكيف الساعه ما يعرفش كيفاش احنا معناتها نحاولوا نوصلوا ليه كرياض الاطفال نداء من المنبر هذايا انهم يحاولوا يطوروا قدراتهم وثم راهو معناتها الدوله موفرت لهم راهو تكوين بلاش وما عنديش المعطى تويك الحقيقه لكن حسب انا ما نشوف اللي هم عاملين جهودهم ومشكورين معناتها رياض الاطفال اللي الاتحاد يظهر لي هكايا المسؤول على رياض الاطفال والدوله وكل شيء الحقيقه معناتها وزاره المراه مسؤوله على رياض الاطفال نعم وزارة المرأة هي اللي مسؤولة على رياض الأطفال. أي صحيح مندوبية المرأة أي صحيح. باهي مدام كوثر أنا حبيت نحكي معك شوية إذا كان عندك شي فكرة على الفضاءات العشوائية اللي اليوم يقعدوا فيها الصغيرات ما عندكش نقطة مهمة تحب تثيرها خاطر احنا قبل ما نحكي والحقيقة على طرق التعليم وإلا إدماج الأطفال هذوما في رياض الأطفال خلينا ساعة نناقشوا مع بعضنا إنه فما اليوم فضاءات عشوائية وهذا موجود في مختلف ولايات الجمهورية بالأرقام برشا فضاءات عشوائية فما اليوم البعض منهم نعطيكم مثلا إكزامبل اللي صار مؤخرا في ولاية المونستير وقت اللي يلقاو صغيرات قاعدين معناتها تتكفل بهم مرأة كبيرة في العمر أكثر من 15 صغير وهي المرأة في سن متقدم معناتها مو سنة خلينا نقول عندها أكثر من 15 صغير وفي أعمار مختلفة فما حتى اللي مازالوا رضع فما رضيع عمره 9 أشهر وتتخيل معناتها أنت مدام كوثر ومدام سونيا معانا في الاستوديو أنه مرأة في عمر متقدم من العمر تنجم تتلهي ب 18 صغير وإلا 15 صغير أعمارهم مختلفة ومتطلباتهم مختلفة وحتى الحركة متاعهم مختلفة لأنه اليوم صغير عمره 8 أشهر رضيع مش باش تتعامل معاه كيما تتعامل مع صغير عمره 10 سنين و6 سنين و7 سنين كل واحد فيهم باش تكون متطلباته مختلفه على الصغير الاخر انا حبيت نثير معاك النقطه هذه نتاع الفضائيات العشوائيه مدام كوث والله الفضائيات العشوائيه عندي منقول فيها الحقيقه ونجم نقنعك فيها ليش هي ازمه ثقه ازمه ثقه شنية تقول لك انا هي المراه مراه كبيره اول ما تشوفها وتقيم المراه كيفاش باش تقيمها
باش تقيم ولادها اللي هما ناجحين، باش تقوي باش تقيم سمعتها، باش تقيم معناتها الدار ونظافتها، باش تقيم المراه وتكوينها. انا حسب ما شفت وعملت معناتها حضرت الحقيقه على مستوى رياض الاطفال اللي كاب على البلديه بالحق يشكيوا من النقطه هذه، لكن ان باراليل كي تجي للولي يقول لك انا ثقتي بالحقيقه انا نمشي نهزها لجارتي اللي نعرفها حافظه كتاب الله واللي ولادها تبارك الله متخرجين. اي نتهنى بها على صغاري معك كما نقول. ازمه ثقه فقط، ازمه ثقه. المشكل احنا يلزمنا كما قلت لك انا الاول مره الحقيقه نرجع نفس النقطه، التطور يلزم نتطوروا، رياض الاطفال نداء وبالحق نداء عاجل، يلزم تطوير في المعدات اللي قاعدين يدرسوا بها الصغار الاساليب البيداغوجيه. اي اختي يمشي يتفرج باللي شوف الكراسي كيف انهم غير مريحين، التلميذ يمشي مسبح لليل راهو على كرسي يوجع الحزان اورك هو في دار. وهذا والله مدام كوثر الحقيقه انا ما نوافقكش برشا الراي، لانه اليوم حتى في المدارس فما بنيه تحتيه الحقيقه هشه، نقول بعض المدارس اليوم معناتها في حاله كارثيه خلينا نقولوا. الناس تويك تلقاها واحد زوالي وما عندوش ما ياكل يهز ولده للايكول بريفي مثلا، هذه معناتها ظاهره جديده اللي هي ظاهره جديده صحيتك ظاهره جديده اللي هي عندنا مدرسة عبد الرحمن يدور لي هكا في شط مريم هذه عملتها ان غون مامون سبيسيالمون لما حالة احنا ما عندناش الحق نذكروا الاسامي اعتذر على المعلومة، لكن كمان هذه ستين غون مامون مثلا لقات اللي ولدها باش يقعد معناتها باش يلقى مشكلة معناتها وكل شيء ما اقنعتها حتى جاردان دونفون مشات عاملة جاردان دونفون صغيرة وطورتها توت ولت مدرسة وهي تتحصل على امتيازات ما شاء الله معناتها فهمت. وكونتر بارتي عندنا معناتها مدرسة زادة في بلاصة عشوائية جدا والمدير نتاعها كي تدخل معناتها المدرسة من داخل تلقاها كانك في الأوروب تبارك الله سمعت. ولكن تقعد عشوائية راهو مدام كوثر خاطر فما راهو مدام كوثر ما عادش عندنا برشا وقت فوالا فما كراس شروط اللي يلزم نلتزموا بها، مش الفايده مش المهم انه يكون المكان مزيان وباهي وملون وفيه طاوله جديده كما قلت انت والا كرسي باهي الفترين هذيك هذيك راهو ديما مظهر خارجي. يعطيك الصحه مدام كوثر لمشاركتك معنا، يعطيك الصحه اتصالك بينا. نرجع معك مدام سوني. يعطيها الصحة مدام كوثر على التدخل نتاعها، دونك أثارت الجانب الإيجابي والجانب السلبي في رياض الأطفال نتاعنا. اللي حبيت نقوله دونك معلومة مهمة جدا، ملاحظة نتصورها قائمة اللي كانت تحكي فيها اللي هو المزج ما بين الأساليب البيداغوجية والتكنولوجيا الحديثة في سن مبكر. راهو هذه الأساليب ديجا طول معناها المنظمات العالمية قاعد تشتغل على مشاريع كيف ما هكا. راهو الدول الأوروبية وخاصة البلدان الكندية والألمانية قاعدة تشتغل في رياض الأطفال بمزج ما بين الأساليب البيداغوجية والتكنولوجيا الحديثة. كيفاش؟ أنت الصغير نحن نعرفوا لليوم صغارنا ونحن نعانيه من حاجة اسمها إدمان إلكتروني، دوك مهم جدا التقاط المعلومة المرئية. راهو اليوم عند الصغير عنده بقدراته المعرفية بنظامه المعرفي عنده ما شاء الله كم هائل من الإمكانيات اللي تخوله باش ينجم يكتسب معلومات مرئية بنسبة كبيرة جدا تفوق 65% من المعلومات اللي تتقدم للصغير مقابل 10% فقط للمعلومات المكتوبة. دونك اليوم حتى في النسب في البحوثات العلمية معناها أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في الأساليب البيداغوجية للصغار من الطفولة المبكرة ونحن ماشيين في الأعمار بيان سور. دونك لهنا هذية آتت أكلها معناها فما أن امباكت تري بوزيتيف على الصغير، دونك فما ديجا مرجع إيجابي للمكتسبات اللي ياخذها الصغير. دونك اليوم أي علاش لا دولة تونسية وزارة المرأة اللي تعنى جوستومون برياض الأطفال كونوا بشوية بشوية نميوها الثقافة هذية وتصير حداثة جوستومون في الأساليب البيداغوجية داخل رياض الأطفال لتوظيف التكنولوجيا توظيفا بيداغوجيا وتربويا. الصغير اليوم الأساليب التقليدية اللي استأنسنا به اليوم مثلا قالت مدام كوثر قبيلة في التدخل نتاعها قالت مثلا منتوج معين ياكله الصغير كل يوم مش عارف المكونات نتاعو، نجمو فيديو صغيرة
تحكي كيفاش الحليب كيفاش جاي معناها من الحيوان معناها من المكونات مثلا كيفاش من الاول من الحليب كيفاش يوصل يدخل وسط المصنع كيفاش يتكون باش يوصل فك الحكه نتاع الياغورت اللي في يد الصغير ياكلها كله مش نعطيو حاجه ياكلها وكهو صحيت ديجا هو وصلوا بصغير النموذج صغير معناها نجموا بهذيا وراه يشد لك المعلومه بالطريقه المرئيه صحيح. عن طريق الفيديوهات اكثر من الشفهيه اكثر من المكتوبه او الجامده نحن نقولوا المعلومه الجامده الاساليب التقليديه لليوم نعرفوا اللي هي معناتها بالنتائج حتى في النتائج المدرسيه وبرشا ارقام واحصائيات تبين انه الاساليب التقليديه هذه قاعده معناتها ترجع صحيح. الى الوراء هو في رياض الاطفال غيالمون بيداغوجي نزغش قاعد يتعلم يتعلم في الحروف في الارقام في الالوان اسمه. في الاشكال يكتب الاسم الحساب يعني يحسب القطاع كيفاش ينجم القطاع يميزهم في الشكل وفي اللون وفي المحتوى الأبعاد اللي هو طويل قصير يمين يسار خط مستقيم خط منحني معناها حاجات مكتسبات أساسية باش نجم بعد يبني عليها ويتحضر لمرحلة التمدرس هذوما فروض نعطيهم ورق جامدة ولا هاو قص ولون بيان سور قص ولون راهو هذيك مهارات بيان سور باش ننميو الحركات الدقيقه هذيك مش نختلفوا فيه باش ينجم يعمل التناسق الحركي ما بين اليد والعين ما بين الكلمه والنطق ما بين برشا حاجات لكن نجمو نحنا نوظفوا على الاقل نعملوا حصه صغيره في اليوم المده نتاعها زمان تنجم تكون ساعه من زمان نعملوا بروجيكسيون تاع فيديو معين يحكي مثلا. على معلومه معينه نعملوها كمشروع للصغيرات هات اليوم شنو عملنا شنو قدينا نجمو حتى صغير نعطيوه مشروع يخدمه نصوروه ونوريوه لصحابه هو المشروع اللي نوصل النتيجة نتاعو ينجم لهم باغ اكزامبل في اخر النهار نبعثوا لها كل فيديو هذاك هاو ولدها الانجازات اللي قام بهم تيلة النهار كامل دونك نجمو التكنولوجيا الحديثة راهي باش نبعدوا جوستمون على الادمان الالكتروني على خاطر نحن اليوم نستعملوا في هالاساليب والاجهزه الذكيه في استعمالات ماهيش استعمالات معناها موجهه او مدروسه او ايجابيه دونك هيت نعملوا مصالحه ما بين الادمان الالكتروني والتكنولوجيا الحديثه وندخلوه في الاساليب البيداغوجيه نتاع التربويه لصغيرات من سن مبكر وهكاك من بعد يولي صغير ما شاء الله متفتح جوستمون على معلومات جديده متفتح على العالم الخارجي باش يولي حتى وهو كي يتفرج في حاجات موجوده في البلدان الاوروبيه ما عادش باش يعمل هاك النقد السلبي ما بين انا شبيني هكا وهما هكا ما يحسش اللي فما معناتها هو ديكالاج كبير صحيح دونك احنا باش نحاولوا نقصروا المسافات اون تيرم بيداغوجيك ما بين العالم الاول ونحن مالوغوزمون وناخذوا منهم زاد من الجانب الايجابي يعني ديما نقعدوا نتبعوهم ونقلدوهم في حاجات وهو هذا اللي من الاول كان ينجم يصير معناه من الاول قبل ما اصلا توصل لنا التكنولوجيا الحديثه من انترنت او من اجهزه ذكيه حقنا راهو الحملات التحسيه صارت في المنطلق هذا اللي راهو هاو الاستعمال الموجه للاجهزه الالكترونيه هاو الاستعمال الموجه للانترنت ايتترا مش ما بعد ما صاين بعد ما صار الادمان الالكتروني وبرشا حاجات صارت من وراه خاصة من السلوكيات المحفوظة بالمخاطر وقتها نحن نقوز الخطر وتوا نقوموا بالحملات التحسيسية نجموا نحن معناها من الأول باهي مش مشكلة يا سيدي فتنيها النقطة هذيك وما قمناش بها هاتوا قوموا بها توا في التوظيف الإيجابي متاعها يعطيك صحة مدام سونيا يعطيكم الصحة الناس اللي تبعتونا مستمعينا اللي كلمتونا على 705-320 نحييكم برشا وين ما وصلكم صوتنا الناس اللي ما تفعلتوش معنا سمعتونا المفيد تحققت الإفادة المهم طرحنا لكم الموضوع هذايا أكيد فما برشا نقاط وبرشا جوانب لموضوع هذايا نجموا مرة أخرى نعاود ونحكيوا فيه ونحبوا زادة ديما نسمعوا شهاداتكم ونحبوا ديما تتفعلوا معنا وتسمعونا صوتكم وآرائكم في مختلف المواضيع إذا عندكم أي اقتراحات خليونا مساجات على باج فيسبوك الحياة فيم الأسبوع القادم أكيد نرجع لكم بمواضيع جديدة بمواضيع مهمة وماذا بينا زادة ديما في المواضيع هذه نكونوا ناخذوا اقتراحاتكم بعين الاعتبار مرحبا بكم يعطيكم الصحة يعطيك صحة مدام سونيا جبالي الأخصائية النفسانية اللي رافقتني تيلة الإيميسيون تحية كبيرة لسهيل السلمي في الديجيتال وتحية أكبر لأمنا بوخيت في الإخراج كنت معكم سوار بن حميدة نقولكم كان تابعوا بقية برامج الحياة فيم جوك على 93 من توا حتى للستة متاع العشية من بقالي كان باش نقولكم في لمين الناس الكل منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين
في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية.